الحرية المالية بتعني لي إنه أكون بقدر أعمل الأشياء اللي أنا بحبها في الوقت اللي عايز أعمله من غير ما أكون مقيد بمكان أو زمن. فبالنسبة لي الاستثمار في ستيك بيخليني أنوع الاستثمارات بتاعتي بدل ما أستثمر في مكان ثابت، من ذات الاستثمارات العقارية لأن فيها مداخيل ثابتة والسوق العقارات منتظم وثابت ودائما في زيادة. استثمرت على ستيك 7 مرات، فستيك عندها استثمارات في أماكن مميزة في دبي دائما وأبدا، وفيها استثمارات بشكل منتظم أكثر من مرة خلال الشهر، فبتخلي الواحد ينوع ويستثمر في أماكن مختلفة، أماكن مميزة وممتازة في دبي. خدمة العملاء واحدة من أحسن خدمات العملاء في كل المجالات، يعني مش فقط في مجال الاستثمار بس في كل المجالات. قبل فترة تواصلت مع خدمة العملاء، بعثت لهم مسج إنه أنا هتحرك لي أو هنتقل لبلد تانية اللي هي قطر، فبعت مسج وبعد تقريباً أقل من 10 دقائق ردوا علي خدمة العملاء وقالوا لي أول شيء باركوا لي إنه I'm moving to a new role أو منتقل لمكان تاني، والشيء الثاني ردوا علي وقالوا لي إن ستيك شركة بتسمح للناس من أماكن مختلفة من العالم إنه يستثمروا في دبي. إذا قلت حنصح أكون يعني مش صريح، لأنه already أنا قاعد أنصح أو already نصحت كمية من أقاربي، كمية من أصحابي، كمية كبيرة من زملائي إنه ينضموا لستيك، حتى قعدت معاهم فترات طويلة يعني.